حياكم الله مشاهدينا الكرام، يسرنا ان نستضيف في حلقه الليله ضيوف متميزين كالعاده. تشوفون معنا الليله العديد من الاخبار والتقارير عن اهم رجعونا الاجواء. نعم. اليوم الوطني والاجواء. صحيح. اللي كانت عندنا ودرب الساعي وجميع تناول توجهات وزاره البلديه والهيئه لزياده المناطق الخضراء. في حلقه الليله اللي بنسلط الضوء فيها على ملتقى الشباب القطري الاول، وذلك ضمن هذا الى جانب الاضاءه الى على ابرز الاحداث اللي تشهدها دولتنا الحبيبه قطر. ترحيب بتشوفونها إن شاء الله من الأحد إلى الخميس الساعة 7 مساء على قناة الريان، والساعة 9 مساء على قناة الريان الثانية.